احداث اللقاء الحقيقه لقاء مهم من كل الجوانب. الاتحاد السكندري عنده ظروف زي ما انا قلت، اكيد اي فريق جماهيري بيعلم تماما اهميه الانتصارات، حتى وان كنت خلاص يعني حسمت موقفك في بطوله الدوري، ولكن ان انت تقعد 7 لقاءات بدون تحقيق اي انتصار ده اكيد بيخلي اي فريق عنده بعض الازمات وبعض التخوفات. وفي الاخر كره القدم للجماهير، فبالتالي جمهور الاتحاد السكندري همه النقاط الثلاثه، حتى لو يعني فريق الاتحاد خلاص خرج من هذا الموسم خالي الوفاض، ولكن النهارده عندهم مسؤوليه هامه امام بيراميدز ايضا اللي بيسعى لكتابه تاريخ مهم في بطوله الدوري بعد ان وصل الى رقم قياسي بالنسبه له 13 انتصار متتالي، والنهارده الفوز رقم 14 في حاله تحقيقه، وايضا وصلت السعي نحو لقب الدوري خصوصا قبل مواجهه النادي الاهلي الهامه. كابتن عمر، اعتقد دوافع كتيره قوي زي ما انا قلت، وهبدا مع فريق الاتحاد السكندري صاحب الارض النهارده. اعتقد بالنسبه له مباراه هامه جدا مع ثالث مباراه الكابتن احمد ساري. اكيد ما فيش شك مباراه هامه لكلا الفريقين. نادي الاتحاد فبيحاول يحسن الوضع، بيحاول يحسن الأداء اللي هو الحقيقة مؤثر بالسلب على الجماهير، لكن أنا شايف آخر مباراتين أو أول مباراتين للكابتن أحمد ساري الأداء إلى حد ما في نوع من التطور النسبي، خاصة في الشق الهجومي اللي كان بيعاني منه نادي الاتحاد السكندري. وبالتالي أحمد ساري أنا شايف هو بيعالج حاجات كتيرة جدا مأثرة على الشكل العام لفريق نادي الاتحاد السكندري. الحاجة الإيجابية الحقيقة هي المساندة الجماهيرية الكبيرة اللي شايفة فريقها بيقدم إلى حد ما كورة فيها شكل هجومي عكس الفترات السابقة يعني، لكن هيعاني النهاردة مؤكد مع فريق عنده أرقام قياسية كبيرة جدا، 13 فوز زي ما انت قلت يا كابتن محمد، و يعني ما بيتفوقش عليه في نسبة الأهداف المسجلة إلا النادي الأهلي، لكن بعد كده هو أقوى خط دفاع، أكتر فريق بيفوز، أقل فريق بيخسر، عنده خسارة واحدة، فريق عنده تنوع هجومي بشكل كبير جدا. فالمباراة مش سهلة خاصة في بعض الغيابات المؤثرة لنادي الاتحاد السكندري، وبالتحديد هشام صلاح اللي كان بيعمل جبهة يمنى بشكل كبير جدا قوية هجومية، في شبانة برضو عنده إصابة الحقيقة، لكن أتوقع بالمساندة الجماهيرية نادي الاتحاد يؤدي مباراة جيدة. طيب تقييمك لبداية الكابتن أحمد ساري، التعادلين يعتبروا وقف للنتائج السلبية ولا لا؟ مفيش شك في ظل الظروف اللي موجود فيها نادي الاتحاد السكندري بعد بعض الخسائر الحقيقة وكانت كبيرة شوية مع أداء غير جيد، يعني لو في أداء إلى حد ما جيد كانت الناس ممكن تصبر، لكن أنا شايف ساري أي نقطة بياخدها في ظل المشاكل الكتيرة اللي كانت موجودة عنده في حتة الأداء، فأعتقد هي حاجة إيجابية.